درسانة؟ ليش ما عم تجي لعندي؟ ما شفتي حمادك وتسويت؟ تقبرين لا تزعلي، يلا حصل خير. الله كريم، مال الحلال إلا يرجع. أي والله الله كريم يا رب. سلامت خيرك. جاي لك عم هدمي للصغار. تقبريني ليش معزبة حالك؟ قديش حقهم هدول فطنة؟ حقهم؟ هدول هدية مني للصغار. شهيرة تعالي حبيبتي، تعالي تعالي. شوفي وش لايقلك، شوفي تعالي. قيسية شوفي. والله ما كان في داعي تعزبي حالك. ولا يهمك، بس انتي إلك هدية عندي غير شكل. وأنا كمان. لكن هذا الحجاب تحطينه بالفرشة محل ما ينام ابن عمك. ما تشوفين غير يحبك أكثر من كل ضرائرك. تقبري قلبي، هلا بنكسر السفرة سوا بعدين نطلع. هالحين حطينا ولا ما يفرق؟ يلا بسرعة روحي. يلا. تعالي تعالي حبيبتي، تعالي تعالي شوفي. تعالي. أكملت لك إياها الحباية، تعالي. يخرب بيتك يا فاطمة. يسلم ايدك يا سالي فاطمة. عشبتك حبيبتي؟ تلتي. تعالي اسم كلاسي اشتري لك من ضمينة. ياما. ما تنادين حتى، تعالي روح نرجع بسرعة، تعالي. أنا فرجيكم يا لطفية ويا فايزة. الشادي مدير. مرحبا وناس. أهلين أهلين. دفع عنه وش يخرب بيتك من حالك. شمعوا بيرمي خلص. ايه خلص عندي انا رح صبك عندي. الله يعينك يا اخي. شوفي شو مال خالي هدا، شو مال جاني عم صرخ انه بنتي مسروقه. شو شو الحكي هذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بقص ايدي اذا مو هديك الحرمه ورا القصه. اي حرمه؟ لك النوريه اللي بعتني وراها عمي عصام للراقبه. بتعرف بطرحها؟ معلومه اللي بعرف. وشك قاعد عم بكوي يا ابو